اذا كان لي بنت عم خطبتها فابت ان تتزوجني مع العلم ان هناك من يريدها رجالا غير صالحين، فهل يجوز لي ان امنعه من الزواج منها مع العلم انه ليس بقريب منها، وكذلك لها عيال عم صالحين يخطبونها وتأبى عنهم او تأبى منهم؟ ليس لاحد من الاقارب ان يمنع المرأة من الزواج ويحضر عليها كفيل الجاهلية، هذا ممنوع، هذا لا يجوز. ليس لأحد يحجر على المرأة أن تزوج إلا من شخص معين، لا أبوها ولا غيره، حتى أبوها ليس له يحجرها إلا من شخص معين كابن أخيه أو ابن أخته أو ما أشبه ذلك، هذا ظلم ولا يجوز أبدا. بل إذا خطب إليه من يرضى دينه وخلقه وأمانته أين يزوج؟ أما أن يحبسها لابن أخيه أو لابن عمه أو لأحد قبيلته فقط أما قبائل الأخرى فلا، هذا منكر، هذا ظلم عمل الجاهلي. ولكن إذا وجد الكفر زوجها مطلقا، ولو أنها رفضت بني عمها وبني خالها وقاربها ورفضتهم وطلبت شخصا آخر كفؤا لها فلا بأس، عليها أن يزوجها من كفئها ولو كان من غير أقاربها، هذا هو الواجب عليه، لأن الله جل وعلا قال إن أكرمكم الله أتقاكم والحديث خطب لكم من تظهر دينا وخلقا فتزوجوه الا تفعلوا تكون فيها شر وشر كبير. فاذا خطب اليها كفها من عرب العربيه من مواليها ومولات من عجم الى عجميه لا باس زوجها، ولا يأس له ان يمنعها الا بعذر شرعي، اما لكونه كافر خاطب او لكونه لا يناسب من جهه تشابه الظاهر ومعاصيه الظاهره او من جهه أنه يحسب تزويجه فتنة بينه وبين أهله، لأنه ليس من قبيلتهم وليس من العرب الذين يزوجوا أمثالهم ويحسب تزويجها له فتنة بينهم وفساد كبير، فإن هذا يتقى. أما لأجل الهوى الذي طاعت سيد عمر من أقاربها هذا مفهوم لا يجوز، نسأل الله السلامة.